أحييكم وأستهل النشرة بأبرز العناوين. نهار إشاعات في طرابلس بالتزامن مع خطة للجيش اللبناني. صواريخ سورية على بعلبك تثير تساؤلات ومخاوف. ما بعد القصير، المعارضة تسيطر ساعات على معبر القنيطرة والنظام يتحدث عن سقوط الضبعة. نشرة أخبار الثامنة من LBCI مع ماريو عبود وديما صادق. مساء الخير. كأنه يوم استراحة المحارب في سوريا، فبعدما انجلت معركة الخامس من حزيران عن سقوط القصير في يد جيش النظام السوري وحزب الله اللبناني، بدت سوريا اليوم في هدنة قصرية باستثناء محاولة المعارضة رفع المعنويات بعد خسارة القصير من خلال السيطرة على معبر القنيطرة، وهو المعبر الوحيد في خط وقف النار بين سوريا وإسرائيل، لكن جيش النظام عاد واسترد المعبر. دوليا بقيت المواقف عند حالها، فمؤتمر جنيف لم يطرأ أي جديد في شأنه باستثناء إعلان روسي عن أن الوفد السوري سيكون برئاسة وزير الخارجية وليد المعلم. في لبنان استمرت طرابلس مركز ارتدادات زلزال القصير، فكان نهارها حافلا بالشائعات التي أثارت بلبلة واسعة، وتبين أن هذه الشائعات هدفت إلى عرقلة الإجراءات التي باشر الجيش اللبناني اتخاذها. ومن الارتدادات أيضا سقوط صواريخ من الجانب السوري على منطقة بعلبك، لكن البداية تبقى من طرابلس. إذن الجيش ماض في تنفيذ خطة انتشاره في طرابلس ويدهم مخزنين للأسلحة. يوم أسود آخر مر على طرابلس. الجيش دخل إلى الحارة البرانية في باب التباني، دهم منزل زياد علوكي وصادر أسلحة وذخائر وقذائف. وأمام سيل من الإشاعات والأنباء تفلت الوضع الأمني في المدينة، فانتشر مسلحون في شوارع طرابلس وقطعوا بعض الطرقات واشتبكوا مع الجيش الذي عمل على ضبط الأوضاع وسير دورياته في الشوارع. زياد علوكي من جهته قال إن دهم الجيش حصل فجر الخميس، وإن نتيجته اقتصرت على مصادرة عدد من البنادق إضافة إلى جهاز كمبيوتر. وأكد علوكي الوقوف إلى جانب الجيش، مشيرا إلى أن المشكلة هي مع بعض ضباط وعناصر الجيش. الجيش الذي خاض بعض المعارك مع المسلحين في الشوارع دهم أيضا أحد مخازن الأسلحة في جبل محسن، حيث عثر على قاذفات صاروخية وقنابل وبنادق رشاشة. الحزب العربي الديمقراطي أعلن التزامه بقرارات الجيش ورفع الغطاء عن أي مخل بالأمن. سياسيا، اجتماعات انطلقت من منزل النائب محمد كبارة للقاء الوطني الإسلامي الذي أكد مطالبة الجيش باستكمال خطته الأمنية. أما وزير الداخلية مروان شربل فوصل إلى طرابلس واجتمع بقياداتها وفعالياتها محاولا الوصول إلى وقف الاقتتال. ما راح يتراجع الجيش اللبناني ولا القوى الأمنية. بتصور أنا أنه خلال مهلة 48 ساعة لازم يكون الانتشار كامل ومتكامل. طرابلس تنتظر الدولة لاتخاذ خيار الحسم فيها وإعادة الاستقرار إلى الحياة اليومية للطرابلسيين. وإلى عاصمة الشمال ننتقل مع الزميل نادر فوز لإطلاعنا على أجواء طرابلس الآن. نادر، بعد الرسائل الحازمة والحاسمة للجيش، هل بدأتم تتلمسون ميدانا مختلفا؟ نعم ماريو، نحن معكم من سرايا طرابلس في وسط المدينة بالقرب من ساحة النور. ماريو، ما يمكن قوله أن اللافت اليوم هو توسيع رقعة الاشتباكات والأحداث الأمنية إلى خارج شارع سوريا وانتقاله إلى كل شوارع طرابلس أو معظمها. ماريو، ما يبقى عالقا الآن هو الاشتباكات الواقعة أو الحاصلة بين مجموعة من النشار المحسوبين على قوة ميني أدار ولا سيما حزب الله وبعض أهالي المنطقة والمجموعات المسلحة في طرابلس. هذه الاشتباكات لم تتوقف بعد، مع العلم أن الجيش يحاول تطويق هذه المنطقة الممتدة من ساحة النجمة مرورا إلى الأسواق الداخلية وصولا إلى باب الحديد. ماريو، يبقى اللافت أيضا الخطة الأمنية التي وضعها الجيش والتي كرستها الاجتماعات السياسية المتنقلة اليوم، التي تقضي بوقف إطلاق النار وسحب المسلحين من الشارع ودهم المخازن ومن ثم إلقاء القبض على بعض المطلوبين. ماريو، سنبقى معكم لوضعكم في أي تطور يطرأ على طرابلس. لك الزميل نادر فوز. ونبقى في طرابلس، وما حقيقة ما قيل عن دخول الجيش إلى مسجد في المدينة؟
بعيد دهم الجيش اللبناني صباح الخميس مستودع أسلحة في الحارة البرانية في طرابلس، نشر على مواقع التواصل الاجتماعي هذا الفيديو، ما أحدث موجة من التعليقات على صفحات عدة على موقع فيسبوك كصفحة أخبار باب التباني، منتقدة ما حصل ومهاجمة الجيش. إلا أنه على صفحة طرابلس الفيحاء الإخبارية كانت الرواية مغايرة، فنفت أن يكون الجيش قام بتخريب المصلى متهمة المخربين بمحاولة قلب الرأي العام ضد الجيش اللبناني. قيادة الجيش نفت الدخول إلى أي مسجد. كما تأكد للمجتمعين عدم دخول الجيش إلى جامع محمود باك ولا حتى التعرض لما كان يستعمل مصلى خلافاً للإشاعات والصور التي بثت. وكذلك شددت دار الفتوى في طرابلس على حرمة دور العبادة ورفض استخدامها لأغراض غير دينية. تعليقات صفحة أخبار باب التباني تلقفتها صفحة أخرى جيش جبل المحسن الإلكتروني، حيث نشرت تعليقات أخرى مدعية انتشار دعوات للجهاد ضد الجيش، تعليقات ظلت مجرد إشاعات. ربما لم تشتعل نيران الفتنة بعد، لكن افتراضياً باتت الفتنة واقعاً. حال من القلق تسود الحدود البقاعية غداة سقوط الصواريخ في بعلبك. لا تميز الصواريخ التي تطلق من خلف الحدود بين اللبنانيين على اختلاف طوائفهم ومعهم النازحين السوريين. مدينة بعلبك نالت حصتها من القصف ليل الأربعاء. سقطت 10 صواريخ توزعت بين حي الشراونة وتل الأبيض وحي البساتين، أدت إلى إصابة مواطنين في حادث سير جراء سقوط أحد الصواريخ على مسافة قريبة منهما، كما أن أحد الصواريخ كاد يهدد حياة عائلة بأسرها في حي البساتين. فكمال رمضان وزوجته وأولاده الخمسة كانوا في منزلهم عندما سقط صاروخ عند الحائط الخلفي للمنزل من ناحية غرف النوم حيث كان الأولاد يدرسون. الواحد بيته لازم يحس بالسلام والأمان ببلده، لا بلد حسين بسلام ولا بيت ولا بالسوق ولا وين منروح، ومنقول ممكن ما نرجع وممكن نتشلح وممكن بلد ما بعرف، ظروف صعبة وعم نتحمل. هذه السلسلة الشرقية تمتد في هذه المنطقة على مسافة نحو 70 كيلومترا، سلسلة جبال تفصل بين القرى اللبنانية والسورية. من ناحية عرسال هناك قرية قارة السورية ومقابل نحل اللبنانية رأس المعرة السورية، وشرق عسال الورد مقابل جرود بريتال، وسرغاية مقابل جنتا اللبنانية. وحدها طفيل تقع تماما على الحدود اللبنانية السورية، وبعدها تأتي منطقة جرود الزبداني. غالبية هذه القرى هي تحت سيطرة الجيش السوري الحر باستثناء رأس المعرة التي اتفق أهلها على تحييدها عن الصراع، قرى انسحب منها الجيش السوري في شباط الماضي بعدما كان منتشرا على طول الخط من منطقة النبك السورية مقابل القاع وصولا إلى الزبداني. ومنذ ذاك الوقت بدأت الاعتداءات على المناطق اللبنانية، وإن كان بشكل متقطع، حتى بدأ يتخذ هذا الاعتداء منحة تصعيديا على وقع معركة القصير وبعدها سقوط القصير. استراتيجيا وبحسب معلومات عسكرية ينظر إلى أهمية هذا الخط بمكان كونه يشكل الخط الإلزامي لطريق حمص الشام مرورا بالقصير، ومصادر أمنية تؤكد أنه إذا تم تحويل المعركة إلى هذه الناحية من السلسلة الشرقية فالجبهة ليست متروكة والجهوزية قائمة لتأمين أيضا هذا الجانب من الحدود اللبنانية السورية. بمشاركة رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد والنائب علي فياض، شيع حزب الله وأهالي بلدة كفركلة جعفر نايف حلاوي الذي قتل في سوريا. موكب التشيع انطلق من أمام بوابة فاطمة في سيارة إسعاف تابعة للحزب وسط إطلاق رصاص كثيف، ومن ثم سجي الجثمان ووري في الثرى في جبانة البلدة. في التطورات السورية، دمشق تعلن السيطرة على قرية الضبعة في ريف القصير. بالكاد مرت 24 ساعة على السيطرة على القصير، ها هو الجيش النظامي ومقاتلو حزب الله يسيطران على الضبعة مع الاتجاه إلى البويضة الشرقية، وهما القريتان الأخيرتان اللتان كانتا بمعظمهما تحت سيطرة المعارضة، لكنهما تعانيان من ظروف إنسانية سيئة جدا. لتثبت بذلك المجريات على الأرض ما تذهب إليه التحليلات بأن النظام السوري يعمل جاهدا لتحسين شروط مشاركته
به في مؤتمر جنيف 2 المقرر عقده مبدئيا الشهر المقبل، وبالتالي وضع المعارضة وحلفائها أمام شروط تفاوض قاسية، خصوصا أن استعادة القصير وبحسب مصدر دبلوماسي أرخى بظلاله على الاجتماع الأممي الروسي الأمريكي في جنيف، بحيث سمح للروس بالتمسك بكل مطالبهم وعلى رأسها تشكيلة وفد المعارضة الذي سيشارك في مؤتمر جنيف، بحيث يضم مختلف أطراف المعارضة من الداخل والخارج والأكراد، علما أن الوفد الممثل للنظام سيكون برئاسة وزير الخارجية وليد المعلم حسب ما أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف. وبعد يوم من السيطرة على القصير أيضا، ها هو زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري يظهر في تسجيل صوتي يحض فيه المقاتلين على مواصلة القتال ضد حكم الرئيس الأسد ولإحباط ما وصفه بالمخطط الأمريكي للمجيء بحكومة موالية لواشنطن في سوريا تحفظ أمن إسرائيل. إسرائيل التي شهد المعبر الوحيد بين جانبي فض الاشتباك بينها وبين سوريا وتحديدا في القنيطرة، اشتباكات تمكن بنتيجتها الجيش النظامي من استعادة السيطرة على المعبر من مقاتلي المعارضة الذين كانوا استولوا عليه لساعات. وفي أول تعليق على إقرار مجلس وزراء الخارجية العرب تشكيل حكومة انتقالية كاملة الصلاحيات لحل الأزمة في سوريا، نقلت وكالة سانا عن مصدر في الخارجية السورية أن دمشق غير معنية بالقرارات الصادرة عن جامعة الدول العربية، كون الأخيرة أصبحت أداة في أيدي بعض الدول العربية التي تنفذ مخططات الغرب. إسرائيل تزيد من حال التأهب مع اشتداد المعارك على الحدود مع سوريا. أعادت المواجهات التي شهدتها منطقة القنيطرة في سوريا بين الجيش ومقاتلي المعارضة المنطقة الحدودية السورية لرأس أولويات الإسرائيليين، ورفع الجيش حال استنفاره على طول الحدود تحديدا في منطقة القنيطرة، وأصدر تعليمات لعناصره بالرد الفوري على أي نار من طرف سوريا، فيما كثف الطيران تحليقه في المنطقة، وأعلن الجيش مناطق عسكرية مغلقة وأغلق شوارع تربط بين مستوطنات في الجولان هي الأقرب من جهة القنيطرة. نرى كيف يخرج المصابون من منطقة القتال التي بدأت تزحف باتجاهنا، ولذا قمنا بالتنسيق مع الجيش بإغلاق هذه المناطق. وتقدمت إسرائيل بشكوى إلى الأمم المتحدة ضد الجيش السوري في أعقاب نشره دبابات وناقلات جنود في المنطقة منزوعة السلاح على الحدود السورية الإسرائيلية بعد استعادته معبر القنيطرة من المتمردين، واعتبرت القيادة العسكرية الإسرائيلية مواجهات القنيطرة تطورا دراميا يضاعف التهديد على أمن الحدود ومستوطنات الجولان المحتل، خاصة في أعقاب إصابة عناصر من القوات الدولية المرابطة في المنطقة الحدودية وامتناع البعض عن التوجه إلى قواعدهم وإعلان النمسا عن عدم السماح لبعثتها في استمرار مهمتها في منطقة الحدود في الجولان. الحرب تركزت داخل القنيطرة القديمة على الحدود، هنا الجيش عندنا يسيطر على الأمن، ولذا أمر جميع المزارعين بمغادرة أراضيهم. وفي موازاة تكثيف دورياته قام الجيش بتجهيز المستشفى الميداني القريب من البلدات السورية لاستيعاب كمية كبيرة من الجرحى السوريين، وقامت طواقم طبية عسكرية بتقديم الإسعافات الأولية لمصابين من المعارضة، وتم نقل 3 منهم إلى مستشفى صفد للعلاج لأن جروحهم خطيرة. هل أنت مع نشر قوات دولية على الحدود اللبنانية السورية؟ الجواب في فقرة هايد بارك. بتمنى أنه يكون الجيش اللبناني ما يكونش قوات دولية، أنا مش مع لا. يعني نتمنى أنه الدولة الكريمة تنشر قوات دولية لحماية حدود لبنان من جميع المسلحين من جميع الدول. لا أرى من المنطقي أنه ينوضع قوات دولية على الحدود بين لبنان وسوريا، لأنه بالنهاية سوريا هي دولة شقيقة. أكيد أنا مع نشر قوات دولية على الحدود اللبنانية السورية. قوات الطوارئ الموجودة في جنوب لبنان لصالح إسرائيل ولصالح دول الأوروبية، والقوات اللي عم يقولوا بدنا نحطوها بين سوريا ولبنان لصالح المعارضة اللي تابعة لإسرائيل وللولايات المتحدة الأمريكية. الله يهدي البال باليونيفير أو بلا اليونيفير، وتهدى بسوريا وتهدى بلبنان وبدول العربية كلها، يبعث الخير.
للجميع. أين تأليف الحكومة بعد مستجدات القصير؟ والمحاكمات في قضية الحريري قد تبدأ في آخر ثلث من هذه السنة، تابعونا بعد هذا الفاصل. أهلا بكم من جديد، نتابع النشرة مع انعكاسات معارك القصير على لبنان. كيف سيتعاطى الأفرقاء اللبنانيون مع مستجدات القصير؟ لا تعليق، هكذا يجيب حزب الله وحركة أمل على سؤال حول كيف سيستثمر ما قالوا إنه نصر في القصير وكيف سيؤثر على الوضع في البلد وعلى التشكيلة الحكومية وشروطها، خصوصا في ظل عدم التسليم لشروط الرئيس المكلف تمام سلام لناحية الشخصيات المشاركة والثلث المعطل. وفي حين يحتفل مناصرو حزب الله باستعادة القصير، يؤكد الفريق الآخر أن استحقاقات الداخل اللبناني لن تتأثر. ما في تغيير أبدا، بالعكس تماما، لأن اليوم الدخول بعناصر حزبية إلى الحكومة سيعني أن طاولة الحكومة ستتحول إلى طاولة تصادم دائم. اليوم الضرورة لحكومة سياسية بالتأكيد إذا كانت الفترة طويلة، ولكن من غير الحزبيين ومن غير النافرين بالداخل، قوى 8 أدار إذا بدها تسيطر على الحكومة، ما هي مسيطرة على الحكومة وشافت أنه بعد سيطرة سنتين أخذت البلد على الخراب. فتفت الذي أكد التصدي سياسيا لمشروع حزب الله علق على المطالبة بالثلث المعطل. لا ثلث معطل ولا مشاركة لحزب الله بالحكومة، نحن لا نريد، نحن نقول بكل صراحة طرحنا لا نحن ولا هم في الحكومة. مصادر مقربة من الرئيس المكلف تمام سلام رفضت ربط ما يحدث في القصير بالتشكيلة الحكومية، مؤكدة أنه بانتظار قرار المجلس الدستوري المتعلق بالطعن بالتمديد للمجلس النيابي ليبني على شيء مقتضاه. هذه المصادر شددت على أن سلام ما زال على مواقفه وأنه سيكون هو الثلث المعطل. نشاط بعبدة وأخبار محلية أخرى في التقرير التالي. اطلع الرئيس ميشيل سليمان من القاضي حاتم ماضي على عمل النيابات العامة، حيث وجه ماضي كتابا إلى الوزير شكيب قردباوي طلب فيه إحالة كتاب سليمان على المجلس النيابي من أجل رفع الحصانة على النائب محمد كبارة لإقدامه على اتهام رئيس الجمهورية بالاتصال بدول أجنبية لدفعها إلى العدوان على أرض لبنانية، ما يشكل إضعافا للشعور القومي والوطني، فضلا عن التحقير والقدح والذم بشخص الرئيس. أثنى النائب محمد كبارة على مواقف الرئيس ميشيل سليمان الوطنية، مستغربا كيف أن رئيس الجمهورية لا يطلب من النيابة العامة التمييزية التحرك بوجه من يقصف طرابلس ويهدد أمن شعبها على حد تعبيره. شدد منسق اللجنة المركزية في حزب الكتائب النائب سامي الجميل بعد لقائه رئيس حركة الاستقلال ميشيل معوض على أن هناك بعض اللبنانيين الذين يجرون لبنان إلى حرب أهلية. ومن جهته شدد معوض على ضرورة القيام بتحرك جماعي يرفض تدخل أي طرف بالنزاع السوري. دانت قوى 14 من آذار عقب اجتماعها الدوري الذي عقد استثنائيا اليوم تورط حزب الله في الحوادث السورية، معتبرا أن الحزب يسعى من خلال ذلك إلى إعادة إنتاج الحرب اللبنانية. ندوة في بروكسل حول عمل المحكمة الخاصة بلبنان والمحاكمات قد تبدأ في الثلث الأخير من العام الجاري. أكد المشاركون في ندوة بروكسل عن المحكمة الخاصة بلبنان على المؤكد من قبل، ولم يعلنوا عن أي جديد له علاقة ببدء المحاكمة في جريمة اغتيال الرئيس الحريري، سوى أنها قد تكون متوقعة في الثلث الأخير من العام الجاري، لا سيما وأن الإجراءات تحتاج إلى وقت والدفاع ليس على اتصال بالمتهمين. اليوم لم يتخذ قرار بتحديد موعد جديد للمحاكمة، وأحد أسباب التأخر هو أن قاضي الإجراءات التمهيدية يأخذ هذا الموضوع بجدية. المحكمة تأمل في أن يأتي اليوم الذي يمثل فيه المتهمون الأربعة المنتمون إلى حزب الله أمامها، ولو طال الزمن، لافتة إلى أن الحكومة اللبنانية تبذل جهودا في هذا الإطار. يعني على السلطات اللبنانية والحكومة اللبنانية مش عليهم ان هم يبحثوا عن المتهمين، بس عليهم ان هم يعملوا كل ما يقدروا عليه عشان يبحثوا عن المتهمين. وغرفة الدرجة الأولى وأيضا غرفة الاستئناف في المحكمة حكموا ان السلطات اللبنانية عملوا كل ما يقدروا عليه عشان يبحثوا عن المتهمين، بس في نفس الوقت عليهم ان هم يقدموا إجراءات شهريا على الخطوات اللي هم بياخدوها عشان يبحثوا عن المتهمين.
المحكمة لا زالت تعتقد أن لبنان ملتزم بالتزاماته تجاهها رغم الأحداث الجارية فيه وفي المنطقة. إن الالتزام بالمحكمة الدولية مرتبط بالدولة اللبنانية وليس بحكومة معينة. المشاركون في ندوة بروكسل عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أكدوا أن الدفاع تسلم كل التفاصيل التي لها علاقة بالشهود، لافتين إلى أن الادعاء يحتفظ بحق حجب البعض منها، وأكدوا أيضا أن التحقيقات في عمليات التسريب لا تزال مستمرة. بسام أبو زيد، كريستيان جعارة، بروكسل. تكريم شخصيات تميزت بأدائها عبر غرس شجر الأرز في محمية الباروك. محمية أرز الشوف أكبر مساحة بلبنان يتم فيها المحافظة على شجر الأرز وعلى محيطه الحيوي. 400 هكتار من المساحات الخضراء التي تعمل 9 بلديات من عندارة إلى نيحة لحمايتها. هذه الشجرة هي اليوم أكثر من رمز لبنان وشعار علمه، بل هي أيضا جزء أساسي من تاريخ البلد وتراثه وعنصر أساسي أيضا لتوحيد أبنائه. ولأنه زرع شجر الأرز كل سنة لتوسيع هذه المساحات الخضراء في لبنان مسؤولية كل مواطن وليس فقط القيمين على المحمية والجمعيات الأهلية، وجدت جمعية العطاءات الفنية وسيلة مبتكرة لزيادة هذه المساحة. تكريم شخصيات تتميزوا بإداء للتنعم بوطن أفضل عبر غرس شجرات أرز في المحمية. أرزات بتحمل أسماء، وقد وصل عددها هنا ومع هذه الغرسة إلى 2968 شجرة. هذا اليوم عم يزرعوا أرز إلهم، بعتقد هالأرز اللي زرعوها هي بتفتخر بهيك أسماء موضوعة تحمل أسماءهم. همنا كان مش بس الحفاظ على البيئة، همنا خلق تجانس بين البيئة والمجتمع المدني المحيط بالبيئة. المكرمين أتوا من ميادين مختلفة، وهم القاضي رشيد مزهر واللواء أشرف ريفي والشيخ بيير الظاهر. بيغرس أرز الواحد بأرض لبنان يعني عم يعمل عمل للكل مش لنفسي. يعني إذا بنقدر نعمم هالتجربة تتشمل كل اللبنانيين، يعني شيء المؤسف إنه واحد يعرف إنه بلبنان ما في إلا 16% خضار، وبنحكي بلبنان الأخضر، ومن أهل خضار هذا ما بقي إلا كم أرزة. إنه الأرض بتجمع، إذا كان إنسان بيفرق يرجع للأرض لأن الأرض هي بتجمع، وكل إنسان أصيلي بيرجع للأرض. محمية أرز الشوف مساحة مفتوحة اليوم لكل الزوار لاكتشافها وإعادة التعرف على الطبيعة اللبنانية، والأهم أنها تساهم في نمو الاقتصاد المحلي عبر بيوت الضيافة والمنتوجات التي تميز منطقة الشوف. قضية أماليا أبي صالح إلى الحل. لم تكد LBCI تثير قضية الفنانة أماليا أبي صالح واستحالة دخولها إلى المستشفى للعلاج بسبب عدم وجود أسرة فارغة حتى قررت الدولة وإن متأخرة التحرك. وزير الصحة أعلن على حسابه على تويتر أن الوزارة ستتحرك وإن كان الضمان الاجتماعي من خارج صلاحياته. وسرعان ما دخل رئيس الجمهورية أيضا على الخط فتبع مع وزير الصحة سبل علاج أبي صالح. وبالفعل ولمرة واحدة تحملت الدولة اللبنانية مسؤولياتها قبل فوات الأوان، فنقلت الممثلة الشهيرة إلى مستشفى القديس جورجيوس حيث تتقاسم نفقات علاجها حاليا الدولة والمستشفى. أماليا أبي صالح تتلقى العلاج اللازم الآن وتنتظر انتهاء فحوصاتها الطبية للخروج من المستشفى. لكن ماذا عن كل الفنانين الباقين، هؤلاء الذين لم يعرف الإعلام بعد بمعاناتهم؟ أردوغان يتحدى المتظاهرين، وأوباما والعقوبات النفطية على إيران. تابعونا بعد هذا الفاصل. أهلا بكم من جديد، نتابع نشرتنا مع الأوضاع التركية. الاحتجاجات في تركيا مستمرة على الرغم تراجع المواجهات، وأردوغان يتحدى معارضيه. بعيدا من أي ليونة في الموقف، أعلن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أن حكومته ستمضي قدما في مشروع تطوير المنتزه وسط اسطنبول على الرغم من الاحتجاجات الحاشدة المناهضة للمشروع. موقف أردوغان جاء عقب اجتماع مع نظيره علي العريض في تونس، حيث أضاف أن جماعات متهمة بالضلوع في هجمات عنيفة ومتورطين إرهابيين استغلوا ما بدأ احتجاجا دفاعا عن البيئة وشاركوا في أعمال العنف التي تشهدها بلاده. موقف أردوغان انعكس مباشرة على بورصة اسطنبول التي سجلت تراجعا بنسبة 5% تقريبا.
المتظاهرون الذين بقوا في خيام نصبوها في ساحة تقسيم في اسطنبول من دون تسجيل اشتباكات رفعوا من سقف مطالبهم داعين إلى استقالة إردوغان، فيما أفيد الخميس بوقوع أول قتيل في صفوف الشرطة منذ بدء حركة الاحتجاج بعد سقوطه عن جسر قيد الإنشاء فيما كان يلاحق متظاهرين في أضنى جنوب تركيا الأربعاء. دوليا أعلنت برلين أنها مصدومة للعنف غير المتناسب الذي استخدم بحق المتظاهرين في تركيا طالبة من أنقرة الكف عن ذلك. والآن إلى مارك والصفحة الاقتصادية. مساء الخير. أعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما أن إمدادات النفط العالمية كافية من أجل استمرار العقوبات الصارمة على مشتريات النفط الإيراني، وبعد زيادة العقوبات الأمريكية يلي بتهدف إلى حرمان طهران من عائدات النفط، بيخشى المحللين من ارتفاع أسعار النفط العالمية أو التأثير سلبياً على الاقتصاد. ومن جهتها أعفت الخارجية الأمريكية الصين والهند وسبع دول أخرى من عقوبات إيران مقابل خفض هالدول لمشترياتها من النفط الإيراني، إشارة إلى أن العقوبات الغربية خفضت صادرات النفط الإيراني إلى أدنى مستوياته من عشرات السنين، وهالموضوع كلف طهران مليارات الدولارات. وإلى المزيد من التحضيرات القطرية لمونديال عام 2022 يلي رح يقام بالدوحة، بعد ما أجل شركة سكك الحديد القطرية عقود بهدف تنفيذ مترو الدوحة، وبتبلغ القيمة الإجمالية لمشروع المترو بقطر حوالي 8.2 مليار دولار، ورح تبدأ أعمال المرحلة الأولى من المترو أواخر العام الحالي، ومن المنتظر اكتمالها بحلول العام 2019. وإلى تقرير مجلة فوربس عن شركات التكنولوجيا الأمريكية الأسرع نمواً بالعام 2013، وبهالإطار احتلت شبكة لينكدإن للتواصل الاجتماعي المرتبة الأولى مع ارتفاع متوسط المبيعات على 3 سنوات بنسبة 102%، وأتت فيسبوك بالمرتبة الثانية بأسرع الشركات نمواً، تتبع أبل بالمرتبة الثالثة بين 2100 شركة تكنولوجيا، إشارة إلى أن ترتيب شركة جوجل أتى بالمرتبة رقم 17 ليسجل فارق كبير بالنسبة لأبل وفيسبوك. هذه كانت أخبارنا الاقتصادية والتكنولوجية لليلة. عودة لكم ماريو وديما. شكراً لك مارك. والآن إلى خالد والصفحة الرياضية. مساء الخير. إذا كانت كرة السلة اللبنانية مجمدة بدور النصف النهائي ودخلت بمنعطف مجهول وخطر جدا، كانت بالمقابل كرة السلة الآسيوية عم تشهد صاحب القرعة لنهائيات بطولة آسيا بالفلبين، وكان المنتخب اللبناني عم يتفادى مجموعة الموت اللي ضمت الصين إيران كوريا، إلا أنه كان عم يوقع بمجموعة قوية بتضمه مع قطر اليابان وهونغ كونغ من 1 إلى 11 آب بالفلبين، لتكون المنتخبات الآسيوية دخلت رسميا بمعسكراتها باستثناء المنتخب اللبناني اللي ما زال عم بيتابع مسلسل البطولة الطويل. دوليا دخلت بطولة رولان غاروس الفرنسية أدوار النصف النهائية عند السيدات، حيث شقت الليلة الحسناء الروسية ماريا شارابوفا طريقة إلى المباراة النهائية بعد فوزها على لاعبة بيلاروسيا فيكتوريا أزارينكا بمباراة مشوقة جدا، كان هطول الأمطار طرفية بنتيجة 2-1 6-1 6-6 4، وهي بتلتقي يوم السبت الأمريكية سيرينا ويليامز اللي فازت من لحظات على الإيطالية سارة إيراني 6-0 و6-1. بكرة القدم، وبعد أقل من يومين على رحيل المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو من الفريق الملكي إلى فريق تشيلسي اللندني، من المتوقع أنه يتم الإعلان بكرة الجمعة عن تعاقد المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي رسميا مع فريق ريال مدريد الإسباني، بعد ما أكدت مصادر خاصة أنه المدرب الإيطالي حصل على موافقة من إدارة باريس سان جيرمان الفرنسي على فك ارتباطه مع الفريق الفرنسي، بعد ما كان أعلن عن رغبته بالتوجه إلى الفريق العاصمة الإسبانية ليخلف المدرب مورينيو بقيادة النادي الأعرق والأغنى بالعالم. لهون كن وصلنا إلى نهاية الصفحة الرياضية، ننتقل نحن وياكم لنتابع نشرة الأخبار مع ديما وماريو. شكرا لك خالد. وإلى فاجا وأحوال الطقس. مع
مساء الخير. طقس مستقر عم بيسيطر على الحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط حتى ظهر السبت، حيث المنطقه رح تتاثر بكتل هوائيه حاره، ورح نشهد السبت ارتفاع ملحوظ بدرجه الحراره خلال النهار تترجع تنخفض بالليل. الليل الطقس عم بيكون قليل الغيوم، الحراره على الساحل عم توصل لل 20 درجه. بكره الجمعه الطقس عم بيكون قليل الغيوم لغائم جزئيا، بكره الحراره على الساحل عم توصل ل 30 درجه. الرياح بالإجمال عم بتكون جنوبية غربية ناشطة أحيانا، حال البحر متوسط ارتفاع الموج، حرارة الماء 25 درجة، أما نسبة الرطوبة فعم تتراوح بين 55 و80%. طقس الأيام اللي جاية على الشكل التالي، إذن لبكرة الجمعة الطقس عم بيكون قليل غيوم لغائم جزئيا 30 درجة، لنهار السبت ارتفاع ملحوظ درجات الحرارة تتوصل ل 34 درجة خلال النهار، تترجع بالليل ترجع تنخفض الحرارة، لنهار الأحد والتنين ترجع الحرارة بتسجل 32 درجة، الطقس عم بيكون صافي لقليل الغيوم لنهار الاثنين 32 درجة والطقس عم بيكون قليل الغيوم. والليلة كمان عم نعرض صور من أجواء الطبيعة اللبنانية. الصورة اللي عم نشوفها وصلت من الياس روحانا من دير الحرف، من الجليلية لميشيل عيد، صورة من نهر العاصي لساندريلا أبو شقرة خلف، من علي لعلاء وجدي ماضي، صورة من فتقة للياس أبلين، ومن بلمند الكورة لتوني سكاف. هيدا كان كل شيء بنشرتنا لليلة، ما تنسوا تعملوا أبلود لصوركم الحلوة على www.lbci.com/weather. تصبحوا على ألف خير. في الختام شكرا جزيلا لكم وإلى اللقاء. إلى اللقاء.